كنا عم نشتغل كل قطعة تمر منحطة نحن بالكيس، كنا عم نقول معها حب حب، كل شيء حب فيها كان. مرحبا واضح، أنا ميريام من الصف السابع. حبينا أنا ورفقاتي نعمل مبادرة اسمها شهر الخير، حبينا كثير هيك تكون مبادرة صغيرة، حبينا نوزع تمر على العالم ومبلغ مادي صغير. أنا ورفقاتي جمعناهم من مصروفنا وأهلينا ساعدونا بكثير قصص، من تغليف التمر وتوزيعه. كثير كنا مبسوطين بهيدا الحملة لأنه هي حبينا نساعد أولاد البلد. مهما كانت الظروف بسوريا بس نحن عم نثبت لهم للعالم إنه نحن بنقدر، إنه فينا نطلع أكثر. أنا ميريام قائدة المبادرة. لما بلشنا تنظيمها لحنا حوالي شهر، كنا إيد واحدة، كنا هيك عم نقسم وقتنا لدراستنا ولهيدا الحملة لحتى طلعت بهيدا الجمال كله. صار عنا نقد كتير، بس أنا ما همني بقى وكملت هيدا الحملة. أنا كنت كتير مبسوطة فيها، إجاني كتير فرح إني أنا قاعد عم برسم بس والبسمة هيك على وجوه العالم. والنقد أنا ما اهتميت له، ماما دعمتني، عائلتي دعمتني، عطتني دافع كتير قوي لحتى أكون أنا الشخص المبادر فيها لهيدا الحملة وانزل على الشارع وزع تمر على العالم. الأشخاص اللي كانوا معي هلأ هن عائلتي الصغيرة مثل ما أنا بسميهم، هن عائلتي اللي وقفت معي بكتير قصص ومنهم هيدا المبادرة. كنا لحنا وعم نشتغل بهيدا المبادرة، لحنا وعم نعبي بكياس، لحنا وعم نعمل كل شيء، كنت الفرحة كتير يعني حلوة. ولقينا من العالم كثير محبه، ويعني كان كثير حلو، كانوا عم يعطونا دافع حلو انه كملوا استمروا وصاروا يدعوا لنا، وانا كثير انبسطت بالحلو. بتعرفوا كلنا عم نمرق باحوال صعبه كثير بالبلد، وطبعا احنا اولاد بلد لازم نسند بعض كلنا ايد بايد. بتمنى من الكل يعمل مبادرات وننزل كلنا على الشوارع لحتى نرسم الضحكه على وجوه العالم. نحن حبينا نعمل هيدا المبادره لنشوف الضحكه على وجوه العالم.